حسنا يا جنافر ارفعوا. أنا أكره الرفع. أرجوك احمل لي صندوق العدة يا غبي. طبعا مفكر. أو رجلي. أحتاج إلى لقاح زهرة الثلج لأخفف من الورم. لكنه في المختبر. لا تقلق بابا سنفور، سوف أحضره لك. غبي، إنه خطأك أنت. من الأفضل أن تذهب وتحضر لقاح زهرة الثلج، وإلا لن يسامحك بابا سنفور. يا ويلي. يا للهول، ها أنا يا بابا سنفور، جئت بأسرع ما سأتولى الأمر من هنا يا غبي. أحضرت لك اللقاح بابا سنفور. لكن مفكر، هذا ليس عدلا، فأنا لقد سئمت من كل هذا. لا تقلق بابا سنفور، سأحضر لك المزيد من لقاح زهرة الثلج. لكن ليس في العالم كله إلا زهرة ثلج واحدة، وهي لا تزهر إلا مرة في السنة. في الواقع هي تزهر في هذا الوقت. قل لي فقط أين هي وأنا سأحضرها. أنا مسرور لشجاعتك يا مفكر، لأن زهرة الثلج التي أحتاج إليها موجودة في قمة جبل الجليد. جبل الجليد؟ تذكروا يا سنافر، يجب ألا تخطفوا زهرة الثلج. أحضروا فقط اللقاح، هكذا يمكن للزهرة أن تزهر مجددا كل سنة. حسنا يا بابا سنفور، هيا تقدموا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. رحلة موفقة، لن تذهب أبدا شجاعتكم. قوي، أنا عطشان، وأنا نسيت أن أدخل الحمام، كما أنني لم أرتب سريري، هل يمكنني أن أعود؟ استرخي يا مفكر، لا شيء يدعو للقلق، لا شيء أبداً. أشعر بأن أحداً ما يراقبنا. يراقبنا؟ حسناً، هذا يكفي يا سنفورة. لا أعرف، بدأ هذا المكان يخيفني أنا أيضاً. فلنجد لقاح زهرة الثلج ونرحل من هنا. أوه، انظروا، ها هي، أليست جميلة؟ آخر من يصل إلى زهرة الثلج يكون سنفوراً جليدياً. مهلاً، ولكن من أين جاءت هذه الحفرة؟ لا أعرف، ولا أظن أننا نريد أن نعرف. لنحضر اللقاح ونعد إلى المنزل بسرعة. على مهل، انتبهوا، هيا. لا يمكنني الصعود أكثر. أنا خفيفة الوزن، حاول أن ترفعني. هذا خطير يا سنفورة، من الأفضل ألا. لا لا، أنا بخير. سنفورة! ماذا حصل؟ لقد اختفت سنفورة. لن ننساك أبدا يا سنفورة. أقل ما يمكننا فعله هو تحقيق أمنية سنفور الأخيرة، إيصال هذا إلى بابا سنفور. أجل، صحيح، أجل، هذا صحيح. سنفعل هذا. لا فائدة من ذلك، لقد علقنا. علقنا؟ عرفت هذا، عرفت هذا، بابا سنفور. فلتهدأوا كلكم. ها، يجب ألا يعرف بابا سنفور أننا نواجه مشكلة. يمكننا أن نرسل إشارات دخان. أتساءل ماذا يؤخر هؤلاء السنافر؟ كان عليهم أن يعودوا منذ وقت طويل. هل تتوقف عن العزف؟ أنا آسف بابا سنفور. بابا سنفور، انظر، إشارة دخان سنفورية من جبل الجليد، يحتاج السنافر إلي. بسرعة، أحضروا لي مزلجة. أنا
أرجوك أفلتني أرجوك. أرجوك لا أريد البقاء هنا، أريد أن أعود إلى أصدقائي. اسمع، أنا لا أنتمي إليك ولا أنتمي إلى هذا المكان، لذا أفلتني. لا تبكي، أقدر هديتك. الأمر أنني أتجمد من البرد هنا. شكرا، لكنني أتضور أيضا من الجوع. أحتاج إلى أكثر من ماء متجمد. لا، ليت بابا سنفور كان هنا معي. لو كان بابا سنفور هنا. وسنفورة. اركضوا يا سنامر، اركضوا يا سنامر، اركضوا اركضوا. إنه غاضب جدا الآن، ونحن عالقون فعلا. أملنا الوحيد هو في القتال الآن. هيا يا سنافر، فلنهجم عليه. ارحل من هنا. سنلقي عليك أيها الوحش. ابتعد من هنا. هيا ابتعد. اهربوا من هنا. سنفروا بحياتكم. أحسنتم يا سنافر، كدنا أن نصل. توقفوا، هذا هو المكان الذي كانت فيه زهرة الثلج، لكنها اختفت. وكذلك السنافر. مما يبدو حصل انهيار ثلجي هنا، ووقع السنافر المساكين كلهم إلى الأسفل. مسكين أقول، كانت معدتك تخر للمرة الأخيرة. ولن يوقع غبي بعد الآن خشبة على رجلي. إنهم سنافر الأعزاء. النجدة. 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 إنها بابا سنفور، كم نحن سعداء برؤيتك. تفضل، لقد أحضرنا لك زهرة الثلج. هذا رائع، والآن لنلحق بالوحش لنجد سنفورة. سأداوي رجلي خلال ذلك. رجل الثلج، للمرة الثانية تنقذ حياتي. ماذا حصل لرجلك يا مسكين؟ ها هو، لابد من أن سنفورة في الداخل. لا تقلق، سنقضي عليه الآن. هجوم. مهلاً، إلى أين تأخذني؟ عد إلى هنا أيها الجبان. أجل، لقد علق. هيا تعال إلى هنا، أعطنا صنفورة. هيا سنقضي عليك. توقفوا كلكم، أنتم تخيفون. ماذا؟ لكن وحش الثلج هذا ليس شريراً، إنه وحيد فقط ويريد مني أن أبقى هنا. يا وحش الثلج، نحن لا نريد أن نؤذيك. لقاح زهرة الثلج هذا سيشفي لك رجلك المتورمة. لكن كما تعرف يا صديقي، لا تنمو زهرة الثلج إلا في الجليد والثلج، ولا تعيش سنفورة إلا في قرية السنافر الدافئة. كما زهرة الثلج، لا يوجد إلا سنفورة واحدة في العالم كله. والآن ها قد خسرنا يا صديقي زهرة الثلج.
واو! أزهار الثلج! تذكروا، لا تأخذوا إلا ما نحتاج إليه. شكراً لك لأنك شاركتنا أزهار الثلج. هل يمكننا أن نعود سنة المقبلة حين تزهر مجدداً؟ وهذا يعني أننا سنرى بعضنا كل عام. إلى اللقاء! اليوم نكرم هؤلاء السنافر الذين خاطروا بحياتهم بحثاً عن زهرة الثلج. نحن مسرورون بعودتكم إلى المنزل. أهلاً بكم. وأنا ظننت أنك مت. لا، لكن الطعام نفد مني. أتريد المزيد من الحلوى؟ المزيد من الشراب؟ لا أمانع شيئاً. لدي مفاجأة لك يا بابا سنفور. أجل يا مازح، على الرغم من كل شيء، من الجيد أن تعود الأمور إلى طبيعتها.